اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس أشرف سعد، مدير المصنع ومسؤول الإدارة الهندسية. تعالوا نتعرف على أفكار المعدات الخاصة بالمطاعم والفنادق والقرى السياحية. المهندس أشرف سعد، مدير مصنع ألوستيل. حضرتك النهاردة إحنا بنصمم العديد من الأجهزة والمعدات الخاصة بالمطابخ. الخطوط دي كلها بنستخدم فيها أفكار الهندسة العكسية، صح كده؟ لأنها في الأصل معروف أن ملوك هذه الصناعة في العالم هي إيطاليا. ده مجهود كبير إن إحنا نجيب معدة ونشوف بتتصنع إزاي ونصنعها هنا في بلدنا بتكلفة أقل. ده تحدي، ده بيتم إزاي؟ احكي لي المراحل اللي بتتم. والله حضرتك، هي المراحل بتبدأ إحنا في الإدارة الهندسية عامة بنشتغل على الفكرة نفسها، سواء العميل بيجيب الفكرة نفسها أو سواء إحنا بنشتغل على فكرة معينة بنحاول ننفذ منتج معين. بنبدأ نعمل عملية سيرش على المنتج نفسه في البلد الأصلي، المصنع الأصلي للمنتج. المعدة دي، المعدة نفسها، البلد المصنع الأصلي، بلد المنشأ نفسها، ونبدأ إحنا نشتغل عليه ونبدأ نشوف كل التفاصيل كل ده. في نفس الوقت ناخد الفكرة ونبدأ نصنعها بأفكارنا إحنا، بالطريقة اللي تناسبنا إحنا، اللي تناسب إمكانياتنا إحنا في الإنتاج، اللي تناسب المعدات الموجودة عندنا في الإنتاج، اللي تناسب العميل نفسه. يعني في معدات كتير برة ممكن ما تناسبش العميل نفسه، فإحنا بنبدأ نشتغل على الفكرة دي ونبدأ إن إحنا نعمل لكل معدة ديزاين بتاعها معين، ديزاين معين، ونشتغل ونطلع أدق التفاصيل في المعدة، وبناء عليه بنبدأ بعد كده مراحل الإنتاج. بعد ما بناخد طبعا إيه يعني بتعمل لها يعني مراحل كتير من الاختبارات، مراحل كتير على برامج طبعا، بنشتغل على برامج طبعا زي السوليد وورك والتوكاد. بنبدأ نشوف المعدة كلها قدامنا، بتعمل لها رسومات تصميمات 3D، بتبدأ تشوف كل المعدة، وبنبدأ نعتمدها من الإدارة، إدارة الشركة، من رئيس مجلس الإدارة، ونعتمد ده ممكن منتج جديد نقدر ننفذه. بعد كده بنبدأ نعمل بروتوتايب، نعمل نموذج صغر نشتغل عليه نحط تحت اختبار. بعد كده بنبدأ ان احنا نعتمد المنتج ده كمنتج ينزل الانتاج وينزل التشغيل. بعد كده بنبدأ ان احنا نخش مرحلة اختبارات المنتج، منتج سواء كان تلاجات، سواء كان أفران، سواء كان بوتجازات، ايا كان، بشكل كهرباء او غاز او تبريد، ليه عندنا مراحل اختبار. دي بتتم عندنا تبع إدارة الجودة، بيبدأ يحط المنتج تحت ضغط، تحت يعني أقوى قوة تشغيل ممكن المنتج يتعرض ليها، درجات الحرارة، درجات البرودة، كل ده ليه اختبارات وليه قياسات معينة بنبدأ إن إحنا نشتغل عليها. ممكن نعمل منتج ونقول لا ده مش هيناسب السوق المحلي؟ ممكن بيحصل، يعني ممكن مثلا عميل جايب فكرة معينة هي مناسبة ليه هو بس، لكن مش مناسبة للسوق، مش مناسبة لبقية العملاء، يعني بتبقى فكرة خاصة بيه هو بس، فبننفذها له، يعني بننفذ له الفكرة دي لمطعمه هو، ممكن ما تناسبش أي عميل تاني، تبقى خاصة بيه هو. وعندنا من أمثلة كده كتير، في مطاعم كتير بتنفذ أفكار معينة. حضراتكم أكيد بتشاركوا في المعارض الخارجية، بتبقى عندنا على إيه مع الشركات العالمية اللي بتصنع خطوط المطاعم؟ والله إحنا بالنسبة لنا إحنا في الإدارة الهندسية دايماً عينينا على المنتجات الجديدة، خاصة لما تكون شركات منزلة منتجات جديدة في المعارض اللي هي بتقام في مصر عامة، فدايماً إحنا بنتابعها، بنحب دايماً نشوف كل جديد.